هذا انا قاعد ياخذون. لو فرض المحال ليس بالمحال، لو حاضر كريستيانو رونالدو الى الملعب وحضر جمهور كريستيانو حسب وصفكم، ما راح تكون اكو لعبه. والله والله العظيم ما راح تكون اكو مباراه. طبعا من صالح جمهور الشرطه انه هاي صار هذا الموضوع. ليش؟ قلت لك احنا ذاكرنا راحت. هسه اليوم بس اليوم تقريبا بال2000 المشجع قدر يوم يروح. اي وقدر التذاكر موجوده ابو رامي هسه حضروني وباكر هسه 10000 صار هسه التذاكر موجوده. تبليغ الجمهور روح اشتروا باكر ان شاء الله هم راح تنباع من الناس اللي مكدستها ومتاني هذا اليوم حتى فيها بضعاف سوق سوداء. باكر هم يا جمهورنا حاولوا تروحون المنافذ المدينه هناك راح تلقون بطايق وحتى بباب الملعب قبل ما تدخلون اكو ناس راح تجي بالوحده كره القدم ولا جاي على مود تريد تشوف رونالدو تطلع شلون طش هيك فشي مجرد اسوي احنا عندنا هاي بالعراق نجم اسم كبير صحيح ولا اساني بالنسبه لي انا من عشاق ميسي بس رونالدو عم انت ريال مدريدي رحمه والدي كريت لي مدريدي بالحلقه راح اقول لك انا 2002 راح اقول لك شجع انا 2002 شفت كاس العالم مال البرازيل والمانيا من ذاك اليوم لهذا اليوم انا رجال اشجع بايرن ميونخ هاي اعلام من ذول ولا رجال يعني عنصر استغل بالجماعه ثمانية اي كلش هسه راجعينهم ومدربهم اي عافيه وانا خاطر هذا المدرب كان ما صارت مباراه يعني انتم فرحانين لين ما جاي كريستيانو حتى ما تصير هاي الفوضى وال يعني تعرف انت قلت لك الشارع كله يسولف على مود رونالدو كان جتنا غرامات احنا جمهورنا بس احنا جمهورنا عرفنا احنا ايش الجمهور جمهورنا الاهازيج مالتنا حافظها من تحاكي جمهورك يسكت فهذا الجمهور ما لا وجمهور ما نقدر نسيطر عليه وينزل بالملعب من المنحه ونقدر كل شيء شلون من باكر جمهور كريستيانو ما يشيتون بالملعب وتجي عقوبه كان اكو فريق امني بهاي الكم يوم هاي الراحه تكنا عسكرية شايفين محيط الملعب الشارع المؤدي إلى المطار إلى الفندق تكنا عسكرية تفتر بقى عشان الوضعية شكو حروب ايش عندهم وإحنا بالمناسبة يطون للحدث أكبر من حجمه ويهولو لحد ما تصير كارثة عبالك راح تصير ببغداد هو فشي طبيعي لا بأمنة بسيارات بسيطة هسه شفت أنت اليوم الفيديو اللي انتشر أول ما نزلوا من المطار شلون